بس ما انتو احنا لاحظنا ان كل واحد يطلع يقول انا فنان وانا موهوب وانا 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 وانا، وهو لو جيت حطه في برنامج مواهب فعلي يعني ما حتى ممكن ما يستقبلوش على المسرح. شنو السبب؟ والله شوفي، هي الانفتاح والعولمة هذه وتكنولوجيا الاتصالات وايضا ازدياد عدد القنوات والراديوات بشكل كبير خلت ان يصير فيه نوع من عدم الضبط، او في ظل غياب مثلا الجهات ذات العلاقه، نقابه، وزاره مثلا، رابطه، وليكن يعني اي شيء من هالمسميات اللي تحمي المهن اللي لها علاقه بالاعلام. لما تغيب نقابة الصحفيين وتغيب نقابة الإعلاميين ونقابة الممثلين ونقابة عندنا نقابة حرب، بس تبي تحارب وأنا مفتوحة في كل مكان. أي يعني، فأكيد ما عادش يبدأ في ضوابط. في مصر مثلا تم منع برنامج كبير تصرف عليه الملايين من بثه على القنوات المصرية، رغم أنه هو يعرض على قناة خاصة بس تبث في مصر. هل هذه المشكلة لأن إحنا شعب محافظ زيادة عن اللزوم، يعني حتى في المحافظة مأوفرين هلبة؟ والله شوفي، نقول لك حاجة، يعني موضوع الشعب المحافظ والعادات والتقاليد وكذا تخدم فيها موضوع الازدواجية، نرجع لها ثاني. يعني المحافظة والعادات والتقاليد نلقوها تطلع في شيء وفي شيء آخر ما تطلعش. أنا على قناعة تامة أن المبدأ كل لا يتجذب. الإنسان المحافظ واللي على أخلاق عالية ودرجة من السمو الأخلاقي والنزاهة والتدين. أنا أتمنى سليمان أن فعلياً العقلية والتفكير اتجاه الفنان الليبي أو الفنانة الليبية من ناحية المتفرج تتغير، مش بمعنى أن نكون فنانة أو طالعة على التلفزيون معناها أنا إنسانة مش كويسة أو إنسانة منحلة أو إنسانة ما نتبعش في العادات والتقاليد. ولاحظت حاجة أن جميع المواهب، لما نقول لك مواهب يعني موهبة حقيقية يعني جوهرة، ديما تتحارب وديما تنطمس في حيث أن الناس اللي ما عندهم شيء ديما هي اللي تطلع وتقدم. ولا أعتقد نور أنك أنت شوية سوداوية، يعني مش بهالسرمدية. لا هي بهال... أنت سليمان، أنت أول بني آدم تعرضت للهجوم يوم أنت أنك أنت حبيت تكبر بالفن في ليبيا وحبيت تكرم الفنانين في ليبيا. يعني أنت أول بني آدم عانيت من العقلية هذه. نور، أنت يوم اللي قررتي أنك أنت تطلعي على الإعلام وتكوني في الميديا وتكوني مذيعة أو تكوني ممثلة أو تكوني صاحبة إبداع معين بتتوجهي للجمهور وللرأي العام، لازم نكونوا متقبلين صراحة، متقبلين للي بيشكرنا، متقبلين اللي مش بيحبنا، متقبلين للي بيسبنا. فهذه مفروض الطرفين خلاص يتقبلوا بعضهم. يعني ما هو حتى المبدع الليبي احنا قاعدين نقتل في بعضنا على فكرة، يعني باش نتقبلوا بعض ما تبينا وقت هلبة. شوفي نقولك حاجة، هو شيء مش مضحك، هو شيء محزن، بس يلا. والله شوفي نور، بالنسبة لي أنا ماشي بقاعدة أني أنا غير متابع وما ندورش وما نعدلش. طول ما المبدع أو المثقف أو الفنان مؤمن بالرسالة اللي هو يؤدي فيها وحاس إنه هو صاحب مضمون وهدف من شأنه إنه يرتقي بالرأي العام ويرتقي بالذائقة الفنية العامة لكل المجتمع، وإنه هو يدير في شيء حيتسجل في التاريخ وحيذكر التاريخ بالخير، إذا أنا باقي الأشياء الثانية الجانبية الهامشية طبعاً. أنا دائماً تهمني البؤرة أو الشيء الرئيسي أو التمركز الرئيسي. أما هذا، شوفي نقول لك حاجة، ما تنسيش شيء، إحنا تحكم فينا أيضاً، مع كامل احترامي ليك وللمستمعين والمشاهدين، سياسة القطيع. يعني نور، أنت الآن باستطاعتك أنت لو تقولي سليمان قشوط صفتة نعتة، كل التعليقات حتكون صفتة نعتة. لو قلتي سليمان قشوط كويس راقي، كل التعليقات سليمان قشوط كويس، كل التعليقات حتكون كويسة. فهني تبان النفسية وتبان الشخصية وتبان الازدواجية.